بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السكرول بانل، السكرول بانل واحدة من ضمن الحاجات الجميلة والفاميليار واللي على ما أظن إن الناس استكشفتها طبعا يعني. طيب في الموضوع على طول من قائمة انسيرت نروح ندرج السكرول بانل اللي هي فوق الماوس ديت. بعد ما اتكلمنا عن الماركر نتكلم عن السكرول بانل سلكشن عليها ونبتدي مثلا يعني مثلا نحاول نرسمها بشكل كبير شويه. ايه القصه بتاعت السكرول بانل ديت؟ ايوه هي بانل بس سكرول، يعني بتسمح لي باني اخليها سكرول، بتسمح لي باني احط فيها سكرول او لا. طب ايه الفكره؟ طيب ماشي، بمنتهى البساطه خلونا انا ادرجت مثلا البانل ديت، هروح عندي صورتين هبتدي احطهم، هحط الصور ديت جوه مساحه التصميم بتاعي. تمام يا شباب؟ ايه اللي هيحصل في الاول عشان انا ما توهش؟ عايز افتح ارفع التايم لاين سنه صغيره. تمام يا جماعه؟ اوكي، السكرول بانل بتاعتك اهي في الاخر، الاثنين كونتنت كده مش موجودين جوه منها، فاهمين يا جماعه؟ طيب خلينا نطلعهم بره كده علشان يدخلوا جوه منها. انت بتحاول تمسكها وتحطهم جوه السكرول بانل، فاول ما بتحط حاجه جوه السكرول بانل في التايم لاين بيظهر لك السهم الصغير ده، اول ما تفتحه يقول لك انت عندك جوه البانل دي مش عارف ايه، فانت بتروح عامل سيلكشن للتاني وتروح تحطه جوه ابعاد السكرول بانل، فتلاقيه اوتوماتيكلي بيبتدي ينزل تحت. تمام يا جماعه؟ خلينا نعمل لهم الاينمنت كده. فبيجي عندي في البانل ديت ايه كده، اتنين اوبجكت عنصرين. طب ايه الفكره؟ ماشي، خلونا نعمل كنترول سي وكنترول سي، وبعدين نعمل كنترول دي والدبليكيت. المره ديت بقى انا هعمل هما الاثنين برضو بره البانل عشان داخل، ما احاول نمسكها ونحطها جوه. تمام كده بيجي عندي ثلاثة، والرابعة بنفس المشهد هحاول نمسكها ونحطها جوه. كده بيجي عندي الأربعة، سيلكشن على الاثنين وأحاول أنزلهم سنة لتحت. بالظبط يا جماعة، بيظهر لك السكرول اللي من تحت لو شريط التمرير، عشان كده أنا كنت سميتها سكرول بانل. بالظبط كده، لأنك أنت بتحاول كده كل العناصر موجودين جوه السكرول بانل، فبتلاقي هي أخدت العناصر كلها، أخدت الليفر اللي جوه شويه، او اخد التاب اللي جوه شويه. جيت لو فتحت السكرول بانل لو قفلتها مش هتلاقي فيه بقيه العناصر، بس اكشوال بقيه العناصر موجوده جوه السهم الصغير ده. انت طبعا فري ممكن تحركهم زي ما انت عايز. لو انا عملت بريفيو للسلايد ديت يا جماعه هتلاقي البانل موجوده بالسكرول بتاعها، فبيظهر لك شريط تمرير، فممكن تعمل كنترول في العناصر الموجوده جوه البانل ديت. ده هو بيدي لك الابيليتي او ديت الفيتشر بان انت ممكن تدرج عناصر بنفس الكيفيه لو كان عندك جزء ثابت في السلايد بتاعك، ما بين نص، ما بين عنوان شريحة، ما بين حاجة زي كده، فورم تسجيل انت ممكن تستخدمها في ابعاد مختلفة، فايدة موجودة معاك. لو انت عايز جزء من الشاشة، جزء بس من الشاشة تعمل له سكرول وليس مش الشاشة كلها، ده امر يرجع لك طبعا باستخدام السكرول بانل ديت. وطبعا كالعادة اللي بيطبق عليها بيطبق على بقيه الفورمات يعني. ولنفرض ممكن اخلي لها اوت لاين جميل شويه، ممكن اخلي لها فيد كده بشكل شيك، وكاستايلات عاديه طبعا الناس عارفه القصه. اهو انا كده معايا سكرول بانل، بمجرد ما اعمل لها سكرول بتبتدي تعمل لها بتعرض للكونتنت بتاعها. تمام، الامر طبعا يرجع لحضرتك لو حضرتك شايف ان الجزئيه ديت محتاجه بانل او لا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.